وسهلا بيكم، واحنا بنرحب بيكم وبشكركم ان انتم متواجدين. وانت طيب؟ انا جاي الحفله عشان روتانا، وشفت مجموعه كبيره من اصحابي، واحنا كاست الفيلم حمله فرعون كلنا كنا هنا، وان شاء الله انتظرونا في العيد بحمله فرعون. ربنا يكرمنا. مش شبه، سيبك من اللي بيقوله ده، مين اللي بيقوله دول؟ لا سيبك من الحاجات دي. كل اللي عايز يقول حاجه الفيلم حاجه تاني خالص، ولما تشوفه انت هتعرف بنفسك. اقول ان عم محمد السبكي كل ممثل مصري نفسه يطلع في مشهد في فيلم امريكاني ولا اجنبي بيقول انا بقيت عالمي. هو جاب لنا نجوم العالم معانا يعملوا ادوار تانيه وادوار ثالثه، فيعني الراجل ده يقدر ويحترم وليه كل التقدير والاحترام. جاب لنا هوليود هنا. ربنا يكرمه في الفيلم ده ان شاء الله. توقعاتك ايه للفيلم؟ الله اعلم، بتاع ربنا ان شاء الله. رايك النهارده برامز امير النهارده نجم الاكشن معانا؟ هيطلع هيبقى هو نجم الاكشن اللي جاي ان شاء الله. انا مش هقدر اتكلم على الفيلم والله، بس يعني ادعوا لنا ربنا يكرم ان شاء الله، احنا تعبنا يعني وخير ان شاء الله. هو انا دي حاجه انا بحبها يعني، انا النوعيه دي انا شغال عليها بقالي فتره وبستمتع بيها. بس عامل مجهود كبير جدا، بقاله 5 سنين بيتمرن على لعبه جديده مفيش نجم في العالم بيعرف يعملها. رامز امير اهم من كل نجوم الاكشن في العالم عشان تبقى عارف ان شاء الله. وده كلام ده على مسؤوليتي، وانا احاسب على اي كلام ده ما شاء الله عليه.